السلام عليكم خوتي، معكم أمين الملقب مول الأجواء. كنت واجد في مدينة الجديدة. خوتي أنا كنت في الدار معليا ما بيا، حتى المناجر ديالي شاف التليفون واحد الصديق ديالي لأنه سيمو البرقادي، وقال لي تفاجئ هو، قال لي أمين أجي تشوف. منين جيت نشوف تلقى سيمو البرقادي، ما يعني فهمتي من شفت الفيديو ما تيقتش، لانه سيمو صديق ديالي، مدوز الفلوس، مدوز يعني الاموال الطائله، يعني راه ما نقدرش نقول لكم شحال كان عنده الديور والمشاريع ديالو. المهم يعني من شفت ديك اللحظه انه باغي يبيع الخصيه ديالو انا ما تيقتش، جاتني في شكال. اوه صديق ديالي مدوز معايا الفلوس، مخلينا فين سهرنا انا وياه على البلايص، على يعني مع الناس نيت الشخصيات. وتفاجات اخوتي، ما تنش درت، عيطت لي ديك الساعه، زيت التليفون عيطت للسيمو، قلت لي اخويا اش واقع، شنو قال لي اخويا راه ما نقدرش اش غادي نقول لك، قال لي اخويا راه طحت في واحد المشكله وراني طبيت فلست مشات لي الفلوس. وهذيك قلت لي شوف حنا علاش كاينين، علاش ما تهز ديك الساعه التليفون وتتصل بيا. قال لي راك عارف النفس، هو صراحه نفسه فهمتيني ما يرضاش، هو طب قال انا ما نمشيش زعما ندسر شي واحد بهذه الطريقه هذه، ولكن حنا اصدقاء ديال فهمتي اصدقاء ديالو، انا بعدا ما نقدرش ندوز صديق ديالي. صافي ودويت معاه، لانني انا قلت ليه دابا شوف انا غادي يكون خير ان شاء الله، ما نخليكش تطيح، الا طحتي غادي كاين رجال الحمد لله اللي غيوقفوا معاك، يوقفوا معاك حتى توقف على رجلك. دابا هو ما بغيتش نسيقوا الخبر بانني انا غنعطيه هذيك المبلغ المالي، يعني هذا مبلغ راه كثير، يعني راه هو صديق ديالي انا عارفه، غادي نعطيه هذا المبلغ هذا ملي غيوقف على رجلي يرد لي الفلوس ديالي، ماشي مشكل. دابا انا بغيت قدام الجمهور المغربي هذا المبلغ اللي غنقول لكم انا راه هو مبلغ كبير، يعني خاصكم انتوما تشهدوا، باش ماشي واحد النهار ولا هادي يوقف على رجلي وداك الشيء. وانا كنتمنى من الله ما غاديش هو يوقف، غادي يرد لي الفلوس ديالي. المبلغ اخوتي اللي غادي نعطي للسيمو البرقادي غنعطيه 100 مليون، يعني 100 مليون غادي نجبدها، انتوما غتشهدوا فهمتي، غتشوفوني كيفاش غادي نجبد هذيك الفلوس من الكونت ديالي، وغادي نعطيه نسلم ليه 100 مليون، وغادي تصوروا معايا انني غتشوفوا غنعطيه 100 مليون باش يوقف على رجليه. ولكن الشرط الواحد هو انه يبعد من هذا الشيء ديال هو زهوان يا خويا، صراحه الله كي فهمتي عز عليه، يخسر هو تقدر تعطيه 100 مليون يخسرها في يومين ثلاث ايام، انا عارف واش عشان مشيت فلوس صحيحه. وقبل هذا الشيء راه كنت كنعلمو ديما، كنقول يا سيمو البرقادي هذه الفلوس هذه اللي كندخلوا حنايا وهذه الاموال هذه فهمتي ما تبقاش تخسر، تيقول لي اودي حتى حنا الفلوس اللي كنديروها حنا هذه. المهم اخوتي هادشي اللي بغيت نقول لكم دابا، يعني انا راه هو قال لك انا دابا راه طب راه ما بقى عنده والو. ومنين سمعت انا باغي يبيع الخصيه ديالو تفاجات، او سيمو غادي يبيع الخصيه ديالو، راه اخوتي المغاربه هذه راه السيد كان مليار، يعني راه شبان فلوس وباغي يسخب الخصيه ديالو. وذاك المبلغ دابا المشكله المبلغ اللي طالب 350 مليون، ولا وحدين كيقولوا حتى هما يلا تا هما شفتهم في الفيديو قال لك تا هما كيتنافسوا معاه، باغيين يبيع واحد باغي يبيع ب 40 مليون. وانتم منين شفتوا السيد باغي يبيع الخصيه ديالو ب 40 مليون ولا وقفوا معاه صاحبي، وقفوا معاه ما تخليوش مسكين وصل حتى لهذا النيفو. وكاين ناس كيعرفوه لاباس عليهم تا هما اصدقاء ديالنا، لا داعي للاسماء نجبدوهم ما نجبدوهمش. المهم انا ماشي كن زعما راه باغي نبان نعطيه الفلوس ولا هذاك الشيء، هو راه صديق ديالي السيمو البرقادي، راه دوز الفلوس صحيحه معايا وخسرنا وكلينا وشربنا، الراجل هو اللي ما خاصوش يدوز صاحبه. وانا هذا ميساج للمغاربه الخوتي المغاربه، باش ما فهمتش باش ماشي واحد يبان ليه طاح ولا شي حاجه يزيد صافي حق قال له راه هو فلس طب صافي نخليه، لا
الى طب نوريو عقلو ونوقفو معاه ونعطيو الفلوس وتا يرجع ويولي ان شاء الله وقاد. من هذا المنبر كنقول خوتي المغاربه السيمو البرقادي انا راه ما غاديش ندوزه، ولكن تكونوا شهود بانني غنشد ديك 100 مليون غنسلم عليه وما يبقاش يعاود يشرب ولا يمشي ثاني الا داك الشيء يخسر فلوسه. الا دار هذا الشيء انا راه غادي نسمع فيه بمره، ما غنبقاش ندوي معاه، ما غاديش حتى هذيك ال 100 مليون ما نتابعوش عليها. انا بغيت نعطي هاد الفلوس هذه باش يكون راجل، وهذا الخطا اللي طاح فيه دابا ما يبقاش يعاود مره اخرى يطيح فيه. لحقاش دابا ها هو دار دابا غيبيع خصي ديالو، وانا وقفت معاه غنعطي هاد 100 مليون وعاود عاوتاني الغد دوز عاوتاني واحد الوقت يقول لك انا باغي نبيع الكلوه ديالي، ولا يقول لك باغي نبيع راسي كاع، واش فهمتي؟ يعني اللهم اخوتي نوقف معاه دابا ولكن يكون راجل. ها انتم كتشاهدوا اخوتي كتفرجوا في هاد الفيديو هذا اللي درته دابا لانكم تكونوا شهود قدامي، والمناجر ديالي اللي مكلف ليا بالاموال ديالي كاملين ها هو تا هو راه حاضر. وانا شوف انا واش كنتعامل معاك مزيان ولا لا؟ مزيان. واش اللي تخصصات كنعطيها لك؟ ياك داركم هازك هازك كلشي، ماشي كنفتخر عليك اخو واش كاين ولا لا؟ اي حاجه نعطيها لي. هذا خوتي راه شاري لي الطوموبيله الاخره هي وخديت لي الرونج وعنده الشيفور ديالو وعنده المسائل ديالو كلشي كاين فهمتي. وانا راه كندير الخير ما عنديش مشكل انا، ولكن انا كندير الخير ماشي كنبدا نبوح به. عطيت لبنادم وشوف انا عارف دابا كاين واحد المنتقدين غادي يبداو ينتقدوني وانت باغي تبان في الموجه وهادي والكومونت، انا ما تيهمنيش انا فهمتي. نتلاقى مع الناس تبارك الله واصلين شخصيات ما كنتسوقش كاع على هذا الشيء. انا بغيت نقول باش مره اخرى السيمو البرقادي ما يبقاش ينوض ويدير بحال هذه الكارثه هذه فهمتي. ودوك كلا معروفين رجال الحمد لله باش يبيع الخصيه ديالو، انا ما نخليهش يوصل لهاد النيفو ولا بيع الخصيه ديالو الله يحفظ وقع ليه شي مشكله ومات، راه غادي والديه مساكر غادي يتصدموا. راه هو اللي عند والديه ووالديه تا هما راه اللهم بارك راه فهمتي. راه اش غنقول لك واخا هما كاعين، ولكن رانا غنوقف معاه في هاد المحنه خويا السمو البرقادي معاك امين بالله روني غادي يوقف معاك ان شاء الله. وشوف ما غاديش نخليك تطيح، حنا رجال الحمد لله وتنوقفوا مع اي واحد خفية ما تنبانوش نبينوا وجهنا ونبدا نقولوا حنا عطينا وحنا عطينا. هذه خوتي المغاربه تعاونوا مع البرقادي ما تبقاوش تناقضوه، مسكين اللي باغي يبيع الخصيه وتبداو تعايروه. انا قريت لي كومونتير ولكن ماشي مشكل، على الاقل عاونوه فهمتي. كاع ما قدرتوش تعاونوا بشي حاجه عاونوها بشي كلام زوين خويا هذه كذا دابا يا ربي سهل، ماشي تبقاو تعايروا بنادم على اللي عاد داير شي نجمه السق ينوض يبدا يقول الكلام خايب. والله يرحم الوالدين خوكم والاجواء راه فهمتي، راه ما غاديش يدوز السيمو البرقادي. والسيمو البرقادي راه خويا راه دوز الاموال الطوموبيلات تاش منك هذه، وفي الاخر دابا منين طب راه ما راضيش وبغى يبيع الخصيه ديالو. هو ما رضاش علاش؟ قال لك انا سيدي ما نتصر حتى شي واحد وهذاك الشيء وغنبيع الخصيه ديالي، ولكن امين بالله روني ما غاديش يخليك تبيع الخصيه ديالك اخويا. انا غادي نجي وغادي نتهلا فيك وغنوقفك على رجلك، واخا ماشي غنتهلا فيك حيت انت خيرك سابق حتى شحال هذه تهلايتي فيا وقفتي معايا راجل وفهمتي. انا ما نقدرش ندوزك. ومهم اخوتي كنقول لكم من هذا المنبر انا ما بغيتش نطوع عليكم في هذا الفيديو هذا، انا جيت ومازال غادي تتابعوا معنا ان شاء الله، غادي تشوفوني كيفاش غادي نسلم لي الفلوس. وانا فهمتوا تكونوا شهود اخوتي المغاربه على هذا السيد هذا باش مره اخرى ما يبقاش يعاود يطب. والمناجر ديالي ان شاء الله هو غادي يكون معايا حاضر باش غادي نسلمو، غادي تكون شاهد حتى هو. و100 مليون انا ماشي مشكل عندي، واي واحد بغى شي حاجه مرحبا به يجي عندي تهلا فيه، غير يكون كلمه ما يكونش يجي يكذب عليا راه عدويا شي واحد يجي يبدا يتشفى يقول لي هذه وكذب عليا ومع يكون ما عندوش ما فعلوش صافي الدنيا هانيه فلوس فايته. شوفوا اخوتي بعدا غتكملوا معايا ان شاء الله، مازال غادي نسلم ليه الفلوس ديال 100 مليون اللي غادي نعطي للسيمو البرقادي، وغتابعونا ان شاء الله في صفحه اش وقع غادي نسلم ليه انا والمناجر ديالي غادي نعطيه الفلوس. ومازال غتابعوا معايا ان شاء الله وغادي يولي بخير، والسيمو البرقادي غادي يرجع للحالات ديالو كيف ما كان، ولكن بشرط انه يبعد من المحرمات ويتقاد ويتزوج هو ويهدي الله. وخوتي كان معكم امين مول الاجواء، امين بالله روني. لو بغيتو تدخلوا دخلوا عندي الصفحه ديالي وغادي تعرفوا بزاف الحوايج على السيمو البرقادي ان شاء الله خوتي. والله السلام عليكم، تحياتي رجال في مكانه. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.